لقبوني بايزيبيو. ساعتها بقى انا كنت حاجه بقى يعني رمز كده في بنفيكا وفي البرتغال. كريستيانو رونالدو كان في الماتش ساعتها في لعب سبورتنج، كان قاعد احتياطي يعني، بس هو كان احسن ناشئ في البرتغال كلها، منتخب الاولمبي وفي سبورتنج. بس كان شافني بقى بعد الماتش انا جبت الجون، بس راح خد مني تيشيرت ومبسوط جدا ومبراس وحاجات كده كتير قوي. سبحان الله على التاريخ. وبس، وحتى اتكلم عليا قال لهم انا نفسي ابقى زي صبري يعني، بيسالوه قبل ما اروح مانشستر يعني.